كيف تصل للاستنارة والتنوير العقلي والداخلي و... أرأيت هذه الأسئلة بحد ذاتها تجعلك ناظرا إلى كيف تصل، وهو ما يعني الفيوتشر. في هذه اللحظة لا يختلف الإنسان الذي يبحث عن الاستنارة عن الإنسان الذي يبحث عن السراب. كلما اقتربت من السراب كلما بعد عنك، لأنك تطمح في الوصول إلى السراب. نظرتك على أن الاستنارة فيها تغييرات خاصة أو ما هي أو كيف الوصول إليها هو بحد ذاته تفكير. الاستنارة كما تم توضيحها والإعلام عنها على أنها شيء يجب أن تصل إليه عن طريق اليوغا، عن طريق التأمل، عن طريق بمجرد دخولك في ممارسة التأمل أو ممارسة اليوغا أو الكونداليني، واضعا بعقلك أنك تريد أن تصل بها إلى الاستنارة، هي بحد ذاتها فكرة مستقبلية، فلن تستفيد لا من اليوغا ولا من التأمل، ولن تصل إلى المرغوب الاستنارة والتنوير. بمجرد أن تضع هدفا بداخلك أنت تمنع حالة البريزنت، حالة الحاضر. بمجرد أن تمارس التأمل منتظرا في كل مرة تمارس فيها التأمل بأن شيئا ما سيحدث بداخلك ويقول لك أهلا بك في الاستنارة. هذه الأشياء كلها من العقل. الاستنارة لا شيء إلا البريزنت، إلا الحاضر، ليس لها تعريف مفصل، وإنما أفضل تعريف يمكن تفسيره هي الاستنارة والإيجو. الآن، الآن التي بداخلك هي التي أحيانا مع مساعدة عقلية تجعلك تطمح للوصول إلى الاستنارة، علما أن التفكير في الاستنارة هو كالبحث على سراب، كلما اقتربت منه كلما ابتعد أكثر، وتظن أحيانا أنك وصلت إليه ولكنك أنت لم تصل إليه، وإنما السراب قد اختفى. في كل لحظة تكون فيها في الحاضر، في البريزنت، في حالة الوعي الأويرنس التي لا يوجد فيها تدخلات عقلية، لا يوجد فيها تفكير في الماضي أو المستقبل، هي بحد ذاتها الاستنارة. وإن وضعت لها تعريفا على أنها الاستنارة، فهنا أنا استخدمت عقلي لكي أوضح ما هي الاستنارة، لأنها لا تحتاج إلى تفكير. المعنى قد يكون صعبا للتفسير، لأن محاولة التفسير هي التفكير. الوصول إلى هدف معين واضعا هدفا أمامك هو بحد ذاتها الامتناع عن الحاضر، واضعا دائما عقلك في المستقبل. والتفكير في الماضي، في الآلام، هي بحد ذاتها منع للحاضر. والتفكير في الاستنارة يأخذ نفس الوضع. إذا رأيت أن حتى قانون الجذب للأهداف المستقبلية في تخيلك تستخدم الحاضر، لأن حالة الوجود التي أنت فيها حقيقة، لا تقول أنا سوف، تقول أنا الآن. فممارستك للتأمل وممارستك للكونداليني يوغا منتظرا أو منتظرة الوصول إلى الاستنارة، كما كشخص يبحث عن المال الوفير الذي لا ينتهي، متأملا بهذا المال الوصول إلى الراحة الأبدية والسعادة، فيظل يعمل سنين طويلة منتظرا الوصول إلى ذلك الهدف. ضيع الحاضر الاستمتاع للدخول في مستقبل يكتح فيه في الحاضر. ما أجمل الوصول إلى الهدف إن كنت وضعت هدفا معين أنت اخترته
لا تعيش فيه طوال الوقت، تجعل عقلك يأخذك في دوامات لا تنتهي. أحب أن أضرب بها دائما مثل الجبل. أثناء صعودك إلى الجبل لا تحاول أن تفكر دائما متى ستصل إلى قمة الجبل، بل حاول أن تستمتع بصعودك إلى هذا الجبل ناظرا إلى كل شيء حولك في البريزنت. وعند وصولك إلى القمة في هذا الجبل سوف تكون استمتعت في حاضرك الذي أصبح سابقا، وتكون استمتعت في حاضرك الآن الذي هو وصولك فوق الجبل. لا يعني إيقاف الأفكار وعدم التفكير في المستقبل غباء، هذا ما يقوله العقول المبرمجة التي تحيا ببرمجة عقلية إلى الأبد منتظرة السعادة الأبدية في المستقبل. طبعا المستقبل بمجرد تفكيرك فيه بطريقة عقلية يجعل الأمور أسوأ في الحاضر وفي المستقبل. كم من مرة حاولت أن تسافر إلى بلد معين في وقت معين لتذهب إلى ذلك المكان في يوم 3 أكتوبر وتذهب في يوم 4 أكتوبر إلى تلك المنطقة الأخرى، ولكن التفكير الطويل الذي أخذ منك هذه المدة وانزعاجك بعدم التأخير في كل خطوة حتى تصل إلى أماكنك مبرمج لكل شيء، أحيانا زفاف أحد أقاربك في ذلك اليوم الذي ستسافر فيه يلغي كل خططك المستقبلية فتسافر ربما في وقت ما بعده. وهنا تكون أنت في ذلك الماضي الذي استغرق فيه عقلك التفكير في خططك في السفر إلى تلك المناطق، هو منعا للماضي وعدم تحقيق المستقبل بالطريقة المرجوة. انظر الآن أنت إلى نفسك، كم من خطة مستقبلية وضعتها وخرجت عن النطاق الذي أنت توقعته؟ بل على الأرجح جميع خططك المستقبلية بدون استثناء. المستقبل لا شيء إلا انعكاس الحاضر. إن كان الحاضر كنت في حالة حاضر، في حالة وعي مدركا لكل شيء حولك بدون أي برمجة عقلية، سيمتسح آلام الماضي وخوفك من التفكير في المستقبل. لا أريد أن أضع عليها مصطلح الاستنارة، لأن بمجرد وضع مصطلح الاستنارة للحاضر فأني استخدمت عقلي لوضع المصطلح. الوعي البريزنت، الحضور، تتلاشى فيه كل الأشياء الماضية والكوارث المستقبلية التي في عقلك فقط. هذه هي السعادة التي لا تنتهي أبداً.